عايزين نرجع نتكلم بقى عن بعض الكواليس والجميله نور ايهاب. حسينا ان في كيمستري بينكم قوي في الفيلم. هي حبيبه قلبي برضو. اول مره نشتغل مع بعض وعملنا برضو بروفات. هي كل الكيمستري بصراحه لو في كيمستري حلوه من البروفات مين دي من البروفات. يعني دي حصلت في البروفات لان احنا اتقابلنا بنتكلم بنتناقش بنفكر مش بس بنقرا بنتكلم مع بعض فبنعرف بعض وبنتكلم على شخصيات بعض فبنعرف شخصيات. هي لذيذه قوي. انا انبسطت قوي بالشغل معاها. بنت هاديه وانا انبسطت قوي حقيقي واتمنى اشتغل معاها تاني. وكواليس لا الكواليس مجنونه. يعني انا للامانه في جزء انا ما كنتش ببقى قاعد معاهم. يعني كان كزبره وغزي وخالد وسليم وبشات محمد اللي عامل دور جلبرتو بحييه برضو وعبد الرحمن محمد يقعدوا مع بعض وانا اروح اقعد لوحدي لانه كان في مرحله كده لاين كده ولاين في لاين كده. اما بدات اقعد معاهم ما بقتش اعرف اروح التصوير لان هم مجانين ويشغلوا اغاني في ويجيبوا اكل عامل ازاي. لا 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 هستيريا. ما كانش يعني ما كانش كانت احلى كواليس واحلى روح انا ممكن احضرها لانها كلها انت مش بتحس انك بتصوري ما تتعبيش ويعملوا ايه بقى مثلا كزبرة وغوزي هما خلصوا تصوير وانا في كل المشاهد يستنوني ما يمشوش. انتوا بقيتوا عيلة يعني صحاب مع بعض. يقعدوا يستنوني اخلص تصوير وبعدين نمشي مع بعض. عارفة كنت بقول لهم ايه كنت بقول لهم انتوا عارفين انا بفتكر ايه اما بنبقى مع بعض احنا ثلاثة. بفتكر عارفة اما هنيدي والسقة وطارق لطفي بيركبوا العربيات على ولا بنخاف من الدنيا بحالها وبيروح ياكلوا ايس كريم. نفس المود ده هو المود ده يعني ده المود اللي احنا كنا عايشينه يعني.